السلام عليكم دفعة رابعة. المحاضرة دي إن شاء الله تكون آخر محاضرة ليكم في الكلية، كلكم تتخرجوا على خير. سنة كانت صعبة عليكم وإحنا مدركين للوضع ده. طبعا أصعب حاجة إن أنت تذاكر كمان في آخر مادة ليك، وبرضو دوت مدركينه. يمكن من حسن حظنا إن دي آخر محاضرة ليك، هتفتكرني فيها إن شاء الله بالخير. اللي هنعمله في المحاضرة إن إحنا ببساطة هنحل الموديل اللي أنا اديته لكم، اللي هو على نفس النسق هيجي الامتحان. لو أنت مشيت معايا وأنا بحل الموديل دوت، هفكرك باللي اتشرح قبل كده من غير ما أصعبه عليك. في نفس الوقت عايزك تنتبه جدا لطريقة حل الموديل، لأن أنت اتدربت على إن أنت تطلع الحل على هيئة تيبل. المرة دي هيبقى على هيئة MCQ questions. ده ممكن يكون من حظك لان الاجابه هتبقى قدامك، فتقدر تستبعد اي اجابه انت شايف انها غلط بسهوله جدا توصل للحل. اللي عايز اقوله لكل اللي معانا في الكورس بتاع الاكتب بتاعنا، ان شاء الله يبقى ده حسن الختام وما تحسش باي قلق او توتر. لقيت نفسك بتحل الموديل كويس، يبقى ركز على باقي الافرع عشان تجيب درجه حلوه. طيب الجزء دوت هيبقى عليه كام سؤال في الامتحان؟ عشان انت سألت كتير، هيبقى عليه في حدود من 24 25 سؤال، فده تقريبا جزء كبير من الامتحان. فبالتالي انا حريص ان انتوا تجاوبوا فيه صح، عشان كل اللي هياخد درجة عالية فيه ممكن يتسبب في نجاحه بسهولة ان شاء الله. اللي عايز تقدير طبعا مش هيتوصل. طيب الجزء بتاعنا احنا مبدئيا مش شامل اي اي ار او ماس او من هذا القبيل، هو ان ام ار 1 دي او 2 دي، تمام؟